أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كل سنة وحضراتكم طيبين. نتواصل مع حضراتكم يوميا من خلال برنامج المصروية بالتعاون مع جامعة عين شمس من أمام قصر الزعفران من جامعة عين شمس، حلقة جديدة من برنامج المصروية، فريق عمل جديد يتجدد مع حضراتكم، فريق عمل يوم الجمعة. حلقتنا النهاردة من المصروية موضوعات مهمة، النهاردة هنتناقش ونتحاور فيها. الموضوعات اللي هنتناقش فيها النهاردة هنتكلم على المبادرات الرئاسية خلال السنوات الماضية التي تحققت على أرض الدولة المصرية. بالتأكيد هذه المبادرات الرئاسية لها طبعا يعني دور كبير في عملية آفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل مصر، داخل ومراكز وقرى ونجوع مصر بأكمل لها. هنتكلم في الإطار التشريعي لهذه المبادرات الرئاسية، كمان هنتكلم على مبادرة تمكين المرأة المصرية داخل المجتمع المصري. قد إيه طبعا المشرع القانوني كان ليه دور كبير في تمكين المرأة المصرية والمساواة المرأة المصرية داخل المجتمع المصري، وأخذت طبعا دور كبير في المؤسسات والوزارات المختلفة. حلقتنا النهاردة كمان هتتضمن فقرات متنوعة من الابتهالات الدينية مع طبعا بعض المنشدين. ضيوفنا النهاردة في حلقتنا النهاردة من المصروية هيكون معانا الأستاذ الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس وأستاذ القانون الدولي. هيكون كمان معانا الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لخدمة البيئة والمجتمع بجامعة عين شمس. كمان هتكون معانا دكتورة يسرى شعبان المدرس المساعد بكلية الحقوق جامعة عين شمس. مرة تانية بنرحب بحضراتكم، حلقة جديدة من برنامج المصروية. بنرحب بالزميل عبير إبراهيم، أهلا بك عبير، كل سنة وأنت طيبة، أهلا بحضرتك. وبنرحب كمان بضيفنا الكريم دكتور محمد صافي عميد الكلية، أهلا بحضرتك. مشاهدي الكرام، يمكن لما بنتكلم عن المرأة، المرأة هي نص المجتمع، بل هي المجتمع بأكمله. المرأة هي الأم، هي الابنة، هي الزوجة، هي الأخت. الحقيقة يمكن المرأة هي صانعة الأجيال، وانطلاقا من كل هذا الحقيقة الحكومة المصرية تقدمت بتحقيق إنجازات وطفرة غير مسبوقة للمرأة المصرية. يمكن يعني رئيس السيسي يمكن هو كان القوة الداعمة، واللي هو الحقيقة ادخل المرأة بنسبة 27% في البرلمان المصري، ايضا بنسبة 25% في المجلس الوزراء، وايضا في المناصب القيادية، نواب المحافظين والمحافظين ايضا المرأة احتلت مركز محافظ، وايضا نواب المحافظين بنسبة 32%. معنا ومعكم على الهواء مباشرة دكتور محمد صافي عميد كلية حقوق عين شمس، اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بك والسادة المشاهدين، وانا بصفتي ارحب بكم في جامعة عين شمس في هذه الامسية الرمضانية، وهذه الليلة الجميلة من ليالي الربيع. دكتور، يمكن في البداية الحقيقة لما بنتكلم على الإنجاز القانوني واحتلال المرأة لبعض المناصب في الدولة، يمكن المشرع هنا كان فيه يعني قبل ما يتدخل كان فيه بعض العوار وبعض النقص، عايزة حضرتك تكلمني عن هذا. قبل ما أبدأ أكلم حضرتك عن هذا الموضوع، أنا سعيد جدا إن إحنا نصور هذه الحلقة جامعة عين شمس، وبصفة أكثر قصر الزعفران طبعا. هذا القصر التاريخي الذي كان ببان القرن التاسع عشر الميلادي سكنا لإحدى أخوات الملك، ثم تحول بعد ذلك حتى الآن إلى مقرا لإدارة جامعة عين شمس. بالنسبة لسؤال حرك فصل
عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس. الحقيقة يمكن كنا عايزين نعرف قبل تدخل المشرع في إنجازات المرأة وتحقيق حلم المرأة في تقلد كثير من المناصب، في بعض العوار قبل ما تدخل المشرع وبعض النقص، كلمني عن هذا الموضوع. أولا أنا بأكرر الترحيب بكم في رحاب جامعة عين شمس في هذه الأمسية الجميلة من أمسيات شهر رمضان المعظم، وهذه الليلة ذات الطقس البديع من ليالي الربيع، وأعبر عن سعادتي الكبيرة بأن أكون اليوم ضيفا على قناة القاهرة، إحدى قنوات التلفزيون المصري، وأن يكون تصوير هذه الحلقة من أمام هذا القصر التاريخي، قصر الزعفران الذي كما قلت كان سكنا لإحدى أخوات الملك فؤاد، ثم تحول في الوقت الراهن إلى مقر لإدارة جامعة عين شمس. بالنسبة لسؤال حضرتك، أولا غير خافي وكما أشرت سيادتك في المقدمة أن المرأة هي الأم وهي البنت وهي الأخت، وهي باختصار جزء لا يتجزأ أبدا من المجتمع. أينما وجد هذا المجتمع المرأة لها دور أساسي، واللي أنا عاوز أقوله أنه لا يمكن أبدا بالنسبة لمصر أن نلقي اللوم على قصور تشريعي، لأنه لم يكن أبدا القصور التشريعي، أنا هنا أتحدث عن مصر، لم يكن القصور التشريعي في أي وقت من الأوقات سببا في تناقص دور المرأة أو تراجع حقوق المرأة ودورها في المجتمع. نعم. ولدي ثلاثة أمثلة على هذا، أو ثلاثة دلائل على هذا. أولا، ربما لا يعلم الكثيرون أن مصر عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة. نعم. مصر من ضمن الدول ومع الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية هي من أسس منظمة الأمم المتحدة، وشاركت مصر بوفد في صياغة ميثاق هذه المنظمة الدولية، ميثاق المنظمة اللي هو دستورها. هذا الدستور ينص في مقدمته على أن للرجال والنساء حقوق متساوية. إذن على أقل تقدير البنية التشريعية، لأنه المواثيق الدولية حينما توافق عليها مصر تصبح تشريعات مصرية، إذن مصر وقد كان للوفد المصري تعديلات على ميثاق الأمم المتحدة، لم يكن حاضرا وفقط، بل مصر كانت حاضرة، ويشير الفقهاء إلى أن مصر الوفد المصري كان من ضمن الوفود التي اقترحت تعديلات في ميثاق الأمم المتحدة وأخذنا بها. إذن نحن مع الأمم المتمدنة منذ عام 1945 بنعترف بأن للمرأة شأنها شأن الرجل حقوق متساوي. الحاجة الثانية إنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نعم، اللي هو صدر في 10 ديسمبر عام 1948 وعارضه كثير من الدول. مصر كانت من الدول التي وافقت بصراحة على هذا الإعلان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيعتبر الشريعة العامة لمسائل حقوق الإنسان في العالم. هذا الإعلان العالمي اللي مصر وافقت عليه وباقتناع
ينص على مساواة المرأة مع الرجل. نعم. هي أنا كنت بتكلم مع حضرتك على اعتلاء المرأة في مصر مركز محافظ أو منصب محافظ على اعتلاءها قاضي، وخاصة أن السيد الرئيس الحقيقة فتح بعض المجالات في مجلس الدولة للنساء كانت مقصورة على الذكور دون الإناث، وأيضا النيابة العامة. كنت عايزة حضرتك تكلمني في هذا السياق. تمام. أنا هقول لك موضوع القضاء. عام 1949 تخرجت الأستاذة الدكتورة عائشة راتب من كلية الحقوق، وربما كثيرون لا يعلمون من هي عائشة راتب. عائشة راتب هي أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق منذ عام 1955 تاريخ حصولها على الدكتوراه حتى عام 2013 تاريخ وفاتها، وهي أول ثاني وزيرة للتأمينات الاجتماعية في مصر بعد الدكتورة حكمة أبو زيد اللي كانت أول مصرية تتولى الوزارة، تولت وزارة التأمينات الاجتماعية في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وبالمناسبة الدكتورة حكمة أبو زين هي كانت أستاذ في كلية البنات جامعة عين شمس. الدكتورة عائشة راتب وكانت أول سفيرة من النساء، أول سفيرة مصرية من النساء، حيث كانت سفيرة لمصر لدى الدنمارك ثم لدى ألمانيا. الدكتورة عائشة حينما تخرجت من كلية الحقوق تقدمت إلى مجلس الدولة، لكي تلتحق به، ورفض طلبها. ولم يكن ذلك بسبب عيب في قانون مجلس الدولة، وإنما كان لأسباب سأشرح. حينما تقدمت بطلب إلى مجلس الدولة رفض طلبها، فرفعت قضية ضد هذا الرفض أمام مجلس الدولة وخسرت القضية، أي أن مجلس الدولة رفض أن تكون امرأة عضوا في مجلس الدولة. وتعليقا على هذا الحكم قال الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري. السنهوري هو أبو القانون المدني، ليس في مصر ولكن في العالم العربي، هو من وضع القانون المدني المصري والقانون المدني في عدة دول عربية. قال أن عائشة راتب لم تخسر الدعوة بسبب القانون، وإنما خسرتها بسبب العادات والتقاليد ودور السياسة. إذن بنتكلم في القانون. إذن يا دكتور، يعني بعد إذن حضرتك، يعني الإطار التشريعي لوضع المرأة، وزي ما ذكرت حضرتك في سياق كلامك من ميثاق الأمم المتحدة والتعاون مصر مع الأمم المتحدة، الإطار التشريعي والقانوني موجود للمرأة. صحيح. ولكن هنا نتحدث عن عدم تمكينها بالنسبة المقبولة لأي دولة. فملاحظة في السنوات الماضية وعلى يعني السنوات القادمة هناك في تغيير كثير في تمكين المرأة بنسبة أكبر من السنوات السابقة. تمام. ده اللي احنا بنتركز فيه منذ انا عايز اقول انه وبحق خلال السبع سنوات الأخيرة، وهي سنوات حكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا تحركنا خطوات وبالدليل القاطع ثابتة نحو تمكين المرأة. وأحسن شيء ان احنا نتكلم من حيث الواقع. انا عايز اقول لحضرتك انه حينما صدر، قبل ما اتكلم على الخطوات الجادة لتمكين المرأة، وطبعا حينما نتكلم عن المرأة والرئيس السيسي، لا القاسي والداني يعلم مدى انحياز القيادة السياسية للمرأة ولدورها في المجتمع. حينما صدر دستور مصر عام 1923 حرمت المرأة من الحق في الانتخاب. دستور 1923 لم يقر حق المرأة في الانتخاب، وكانت هناك مناضلات مصريات للحصول على هذا الحق إلى أن قامت الثورة المصرية، ولم يدرج أو لم يسمح للمرأة بمباشرة حق الانتخاب إلا مع دستور عام 1956. النهاردة إحنا لو بنتكلم على المرأة في
السبع سنوات الأخيرة الماضية. نعم. انظر مثلا إلى الدستور المصري الصادر عام 2014، تجد فيه مقدمة وعشرين مادة. نعم. من هذا الدستور تتحدث عن المرأة. لو حبينا حضرتك تشوف مثلا كما قالت الأستاذة هبة في المقدمة، الأستاذة عبير في المقدمة، النهاردة الدستور بيقول المادة 102 من الدستور المصري بتتكلم انه لا يجب الا تقل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25%. وقد تحقق ذلك، والنسبة حاليا هي 28% نسبة تمثيل. وقد تزداد برضو. وقد تزداد لانه سيادتك يعني الشرط الا تقل. اذا لن نجد ابدا، احنا لو عندنا اعضاء مجلس النواب 450 على الاقل، 450 هتلاقي ربعهم على الاقل من السيدات. انظر مثلا لمجلس الشيوخ المصري، 14% من مجلس الشيوخ المصري من السيدات. انظر لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء مجلس الوزراء 25%، 8 وزيرات موجودات للمره الاولى. والمحافظ، منصب المحافظ لدينا كانت محافظه البحيره، ثم الان اول محافظه قبطيه ثاني محافظه واول محافظه قبطيه تولت منصب المحافظ في محافظه نواب التقاليد بقت 32%. صحيح. نسبة نواب المحافظ غالبيتهم من ده بخلاف دكتور كمان مؤسسات الدولة الرسمية. لا انا لو كلمت حضرتك صحيح يعني مؤسسات الدولة المختلفة نلاقي برضو نسبة كبيرة للمرأة. صحيح. لو كلمت حضرتك على النيابة الإدارية اكثر الدولة. يعني النهاردة كنت بشوف اخر احصائية تقريبا نحو 2000 من اعضاء النيابة الإدارية اللي هم 4000 وشوية من النساء، وايضا هيئة قضايا النيابة الإدارية والهيئة قضايا الدولة. الحقيقة يمكن كانت موجودة منذ سنوات عديدة، ولكن بفضل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة فوجئنا ان في بعض القرارات في مجلس الدولة، ودي كانت قاصرة على الذكور دون الإناث وايضا النيابة العامة، وده كان شيء صعب جدا ان الإناث يخوضوا ده. بوصف حضرتك رجل القانون، رأي حضرتك ايه؟ الحقيقة انا هقول لحضرتك، يعني انا كنت جاي طبعا لهذه الجزئية. احنا عندنا اربع هيئات قضائية، النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمرأة موجودة فيها بنسبة معقولة جدا تقترب من النصف، والنصوص القانونية تسمح ايضا بأن تلتحق المرأة بالهيئتين الأخريتين، أقصد مجلس الدولة والنيابة العامة. ولكن نظرا لتقاليد المجتمع وبعض الآراء اللي موجودة لدى رجال الدين على أساس أن الرأي الراجح في الفقه الإسلامي يمنع من أن تتولى المرأة منصب القضاء، ظل ولذلك احنا محتاجين حقيقة نفتح حوار مع رجال الدين حول كل الموضوعات التي تتعلق بالمرأة بصفة خاصة. نعم. لو شفت حضرتك الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان اللي هي صدرت عام 21 اللي عملتها وزارة الخارجية المصرية، المحور الثالث من هذه الاستراتيجية كله عن المرأة، وكانت المرأة حاضرة في القضاء، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، وإلا المستشارة تهاني الجبالي التي كانت نائبا رحمة الله عليها طبعا لرئيس المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2000، ثم حدث لها ما حدث، إبان الفترة التي العصيبة التي مرت بها مصر، وأخرجت من المحكمة الدستورية العليا، وشاهدنا إصرار القيادة السياسية على عودة المرأة إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث عينت الأستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز وهي عميدة، كانت عميدة لكلية الحقوق جامعة حلوان، عينت كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا. ثم كانت الخطوة الكبيرة جدا لفخامة الرئيس التي وجه بمقتضاها أبدأ رأيا للسلطة القضائية
بأن يسمح للمرأة بأن تعتلي منصة القضاء في مجلس الدولة وفي القضاء العادي والنيابة العام. وبالفعل تلقف القضاء وعن قناعة لدى شيوخ القضاء وفتح المجال لدفعة 2021 للالتحاق بهاتين الجهتين القضائية. تمام دكتور محمد، يعني تحدثنا على يعني تمكين المرأة وقد إيه طبعا الدولة كان لها دور كبير وبفضل القيادة السياسية في تمثيل نسبة كبيرة للمرأة المصرية داخل المجتمع المصري، لكن برضو هناك يعني مازال محتاجين، أو المشرع القانوني إن احنا محتاجين برضو للمرأة اللي طبعا لها حقوق، وخاصة في قانون الأحوال الشخصية ما زال كثير يعني نقول بعض الحالات بالنسبة للمرأة محتاجة تشريع قانوني في قانون الأحوال الشخصية في الحالات الاجتماعية. صحيح. ما زال إذا كنا وصلنا إلى هذه الدرجة من البنيان القانوني والإرادة السياسية الداعمة جدا للمرأة، ولكن أقول لك بكل صراحة ما دمنا نتحدث عن تمكين المرأة هذا يعني أننا ما زلنا في حاجة إلى خطوات لزيادة الاهتمام بالمرأة. وأنا هنا سوف أركز على مجموعة من النقاط التي نحتاج فيها وبصدق إلى تدخل المشرع المصري، سواء لإعادة تنظيمها أو لتغليظ العقوبة المقررة له. وأسوق لحضرتك على سبيل المثال مسألة ختان الإناث. نعم. ختان الإناث عادة مصرية متجذرة في المجتمع المصري، حوربت في الآونة الأخيرة وتمكنا من تجريمها قانونا، ورصد المشرع عقوبة السجن 5 سنوات لكل من يرتكب هذا الفعل أو يشارك فيه. في هذه النقطة بالذات ما زلنا نحتاج إلى ليس فقط تغليظ العقوبة، ولكن تغليظ العقوبة وبالتوازي زيادة الوعي لدى كافة شرائح المجتمع وبصفة خاصة في القرى في القرى والأرياف. نعم. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة ميراث الإناث. ميراث الإناث كلنا يعلم مدى الظلم الكبير الذي يلحق بالمرأة سواء في الحضر مدن أو في الريف في شأن الميراث. لا شك أن هذا منتشر أكثر في الأرياف وبصفة خاصة فيما يتعلق بالميراث في الأراضي الزراعية. رغم طبعا يعني القرآن الكريم والسنة النبوية طبعا يعني بتدي الحق في الميراث بالنسبة طبعا. وأنا هقول لحضرتك على واقع يعني بحكم تخصصي. الأمم المتحدة عملت عام 1979 اتفاقية مشهورة جدا اسمها سيداو، أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. هذه الاتفاقية حينما أرادت مصر أن تنضم إليها بها نص المادة الثانية يساوي بين المرأة والرجل في جميع الأمور بما فيها الميراث. وطبعا بالنسبة لمصر المساواة بين الرجل والمرأة في موضوع الميراث أمر يتعارض مع نص القرآن شرعي، وبالتالي يستحيل أن تقبل مصر المساواة بهذا الشكل. فماذا فعلت مصر؟ في القانون الدولي هناك آلية تسمى آلية التحفظ. نعم. يعني الدولة لما تريد أن تنضم إلى معاهدة دولية ولا يعجبها تتحفظ عليه، المعاهدة تتحفظ عليه. تمام. فمصر تحفظت على هذا البند، ولكن أبدي الرأي بأن هذا ليس تحفظ بالاستبعاد. يعني أنا ما بستبعدش مبدأ المساواة، وإنما هو تحفظ تفسيري. نعم. وشرحا لهذا الموضوع انظر ماذا قيل. قيل بأنه هناك نوعان من المساواة. نعم. المساواة الشكلية، وهي أن تكون النسبة 1:1. والمساواة الفعلية، وهي المساواة
أو الحقيقية المساواة التي تنظر إلى ما وراء الشكل. نعم. ويضرب على ذلك أمثلة، مثلا لو أن الدولة في مكان ما أصيب أو ضربها مثلا عاصفة أو خلاف، لا قدر الله نعم. وأرادت الدولة أن تقدم تعويضا للأسر التي المنكوب فقدمت تعويضا 1000 جنيه لكل أسرة. نعم. هذا يبدو أمرا محققا للمساواة، ولكنها مساواة شكلية. نعم. لماذا؟ لأن هناك أسرة تتكون من فردين فقط، وأسرة تتكون من 4 أو 5 أفراد. وبالتالي نصيب الفرد لن يكون واحدا، فهي مساواة شكلية غير عادلة. نعم. وهذا ما قالته مصر في أروقة الأمم المتحدة، أن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ستحمل في طياتها ظلما للرجل. لماذا؟ لأنه هو المكلف بالإنفاق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. فإذا ورث مثلها سيكون وينفق سيكون بالتالي هناك عدم مساواة ضد المرأة. إذن أقنعت مصر، إذن هذا التحفظ أقنع بقى، أقنع واعتبر تحفظ ليس طبعا بالاستبعاد. نعم. وإنما تحفظ تفسير. تمام. يعني أنا بدي أحقق المساواة الحقيقية وليس المساواة في جانب بعد إذنك عبير الجانب برضو الحالات اللي أثر القانون الأحوال الشخصية الطلاق. يعني صحيح. هل المرأة النهاردة خدت حقها في موضوع يعني في سيدات يعني نقول بتعاني كثير. صحيح. من حقوقها في موضوع الطلاق والنفقة والأولاد والمصروفات. صحيح. بالنسبة لأولادها حضرتك محق تماما، وتلك إحدى أزمات الأحوال الشخصية في مصر، وهي تأخر إطالة أمد التقاضي. إطالة دي مشكلة جامدة جدا. صحيح. يمكن بتعاني منها معظم أو أغلبية النساء المطلقات، إطالة أمد التقاضي. كيف نقضي على هذه الظاهرة؟ طيب أنا هقول لحضرتك حاجتين. الحاجة الأولى، وده صحيح يعني، الحاجة الأولى إنه إطالة أمد التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ليس ظاهرة مصرية، وإنما هي منتشرة على الأقل في كل الدول العربية. الحاجة الثانية وهذه حقيقة، إنه إطالة أمد التقاضي مرة أخرى ليس عيبا في القانون، ولكن هي إشكالية الإجراءات. انظري مثلا كيف يحكم القاضي بالنفقة، يحكم بها اعتمادا على الدخل الذي يقدمه الزوج. طب ماذا لو كان هذا الزوج لا يعمل في جهة حكومية؟ كيف يمكن حساب كيف يمكن حساب دخله وهو سوف يسعى، وهذه حقيقة يعني خلينا نقول الأشياء بمسمياتها، غالبية الأزواج أو عدد كبير من الأزواج يجتهد في أن يقدم للمحكمة أن يخفي دخله، أو أن لا يحضر الجلسات، أو أن يراوغ في تغيير عنواني فلا تصله المكاتبات. وأنا أعتقد أنه الدولة لكي نتمكن من هذا ونمنح المرأة المصرية حقها، يجب على الدولة أن تسارع بإنشاء هيئة أو مؤسسة يخاطبها القضاء لكي تحصل بدقة على ماء دخول الأزواج، وبصفة خاصة أولئك الذين لا يعملون في الجهات وعلى الحكومية. فكرة دكتور داعب فينا يعني كأفراد يعني. صحيح. حقوق يعني انت عليك حق النهاردة لولادك، واذا كانت يعني ولا تنسوا الفضل بينكم فديها حقها. صحيح. ليه انت تخفي الحق بتاعها ليها واولادها يعني هو ضعف يا محمد في الواعظ الدين. يمكن احنا محتاجين نرجع لربنا كتير، لان ده ضعف في الواعظ الديني. بس ده اللي بيتبهدلوا الاطفال الصغيرين، مش بس المرأة بصفة عامة، ولكن الاطفال هم الضحية. عايز حضرتك برضك تكلمني عن العنف ضد المرأة. يمكن الدولة اخذت خطوات ثابتة نحو هذا الموضوع. تفضل حضرتك. العنف ضد المرأة، أولا العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية أيضا، وهو موجود في كل الدول، ولكن بنسب. والعنف قد يكون مادي جسدي، وقد يكون نفسي من خلال الألفاظ.
ونحن نعلم حجم ما تتعرض له المرأة بصفة عامة من عنف. على سبيل المثال تزويج البنت رغم إرادتها، أو تزويج الإناث وهم قبل سن القانون 18، أو ما يسمى وهو لفظ قد يوحي بمعنى غير المقصود منه الاتجار بالنساء. الاتجار بالنساء ليس معناه انه الشيء الذي يعرفه الجميع، ولكن يقصد به ان تحقق مصالح للأسرة حتى من وراء تزويج الإناث. كل هذا العنف موجود، ونحن نعلم ان المشرع المصري مؤخرا جرم التحرش بالإناث والتحرش والتنمر، يعني الحقيقة نعم، ورصد له عقوبة 5 سنوات. في رأي حضرتك لو قلنا 5 سنوات دي كافية، ولا هو تغليظ العقوبة أكتر يمكن يتراجع هو الحقيقة العقوبة مش كافية، لأنه أنا كنت عاوز أكمل لحضرتك النص. 5 سنوات وإذا أدت الاعتداء إلى إصابة المرأة بعاهة مستديمة يبقوا 7 سنوات، وإذا أدى إلى وفاتها يبقوا 10 سنوات. قطعا هذا لا يعتبر أبدا جزاء رادعا، وإحنا من هذا المحفل العلمي اللي هو جامعة عين شمس يعني العقوبة تكون أكثر، نطالب بتغليظ العقوبة حتى تحقق الردع العام. إذن المشرع المصري إحنا ماشيين في خطوات، وهذه الخطوات جيدة، ولكن نحتاج إلى إصلاح تشريعي في مسائل كثيرة أخرى، يعني حتى مسألة ثبوت جريمة الزنا في حق الزوجة. هي تثبت في حق الزوجة تقريبا في جميع الأحوال، ولكن لا تثبت في حق الزوج إلا إذا باشر أتى الفعل في منزل الزوجية ومع امرأة متزوجة. أما إذا باشره خارج منزل الزوجية ومع امرأة غير متزوجة فلا تعتبر جريمة زنا. كل هذه نقائص أو نقص المفروض أن المشرع الحقيقة ياخد باله منه، وأن هو يكون طبعا وإحنا طبعا يعني الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي هناك بعض الأحكام، وأنا أعتقد أنه المشرع المصري اللي هو يعني مجلس النواب ومجلس الشيوخ ليس بغافل. وكمان على في حاجة كمان يعني كمان الجريمة دي اللي بيحركها الزوج، يعني حتى لو الزوجة ما تقدرش تحركها ضد زوجها. صحيح. كل هذه الأمور تحتاج إلى تدخل تشريعي، وأعتقد أن احنا يعني في هذه الحقبة الأذهبية للمرأة المصرية صحيح. وما تلقاه من مساندة كل يوم بالله قطعة النظير يعني، وفي استراتيجية أصلا صحيح. لتمكين المرأة، استراتيجية مصر 2030. وإحنا دكتور محمد بنتكلم على تمكين المرأة في حوارنا مع حضرتك النهاردة، وحضرتك طبعا عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، مدى تمكين المرأة داخل الكلية هنا أخباره إيه؟ طبعا يعني سؤال متوقع، وأنا عشان أتكلم على تمكين المرأة في كلية الحقوق أو في أي كلية في إحنا السيستم أو نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس لا يسمح أبدا بالتمييز، فيعين معيدا في الكلية وهو ده نواة أعضاء هيئة التدريس، يعني المعيد هو الأستاذ الجامعة الصغير اللي يعني بحسب المقال سيكون أستاذ، يعين أوائل الدفعة بغض النظر عما إذا كانوا ذكورا أم إناثا، فلا يوجد تمييز. حضرتك تتكلم عن استاف التدريس. استاف التدريس أنا هتكلم عن كله الحقيقة. لو حضرتك شفت إحنا أنا عندي النهاردة في كلية الحقوق حوالي 95 عضو هيئة تدريس.